استاد صباح السالم بالنادي العربي احتضن مواجهة الشباب وكاظمة بعد العودة من التوقف الدولي الفيفا دي في افتتاح الجولة السابعة من دوري STC التصنيف. صافرة الحكم جاسم بلوشي تعلن بداية المباراة. الشباب يتلقى ضربة موجعة منذ البداية. محمد الفارسي يتسبب بركلة جزاء يتحصل على إثرها البطاقة الحمراء، لكن الحارس سعد يصحح خطأ زميله الفارسي ويتصدى للركلة الجزاء التي نفذها المحترف بابلو. أوسينيو نداي حاول خطف هدف الأول لأبناء الأحمدي لولا تدخل علي عتيج مدافع كاظمة. تسديدة أجاي تصل سهلة بأحضان سعد العنزي لينتهي على إثره الشوط الأول بالتعادل السلبي. بداية الشوط الثاني كاظمة يفتتح التسجيل بعد عرضية جميلة من المتألق عمر حبيتر بهدف عكسي من سانج بير. الكرة ملعوبة من حبيتر، عرضية رسالة الله. المزعج عمر حبيتر يرسل كرة جميلة إلى بروسلي الذي لم يتعامل معها بالشكل الصحيح. كاظمة حاول إضافة الهدف الثاني، شبيب الخالدي لم يستغل خطأ خروج الحارس سعد العنزي وكرته مرت بجانب المرمى. الخطير شبيب الخالدي كاد أن يضيف ثاني الأهداف لولا تألق الحارس العنزي سعد أبعدها بنجاح. البديل مشاري الكندري كاد أن يسجل هدف ثمين للشباب وكرته علت مرمى حسين كنكوني. مبارك سعيد حاول من كرة حرة ثابتة أبعدها المتألق حسين كنكوني لتنتهي المباراة بفوز كاظمة بهدف مقابل لا شيء. احنا اليوم يمكن صعبناها علينا، كنا أفضل وهم كاملين نادي الشباب. نقطة الاختلاف كانت في ضربة الجزاء اللي صدى لها سعد، شوي حطنا تحت ضغط، لكن قدرنا احنا نسجل في الشوط الثاني والحمد لله. على كل حال اليوم مطلوب منك 3 نقاط اهم من المستوى. حاولنا لكن ماكو حظ بالنهاية. الفريق مثل ما انت عارف انه من الشوط الاول دقيقة 12 مطرود منه لاعب، ورغم الطرد فريق والله حاول يستغل كم فرصة لكن ماكو حظ. الحمد لله على كل حال رغم الاصابات رغم الطرد جرينا نادي كاظمة، وحاليا دوري التصنيف ماكو فريق كبير فريق قصير، فاحنا بنحاول نعطي اللي عندنا واكثر ان شاء الله، واتمنى يعني الافضل للامام ان شاء الله. قدام ان شاء الله في فرص كثيره وتشوفوا نادي الشباب ان شاء الله بصمه قويه بالدوري ان شاء الله. اليوم 3 نقاط فهي مهمه في هذا دوري التصنيف. ليش؟ لما فيه من قرب النقاط، ففي حاله فوزك تتقدم الى مراكز متقدمه، وايضا في حاله الخساره فريقك ينزل. فالحمد لله اليوم خذينا الاهم وهي 3 نقاط رغم ضياع الكثير من الفرص ومن ضمنهم ركلة الجزاء، ولكن الحمد لله الله سبحانه وتعالى توجنا بهذه 3 نقاط المهمة. السفير يتغدى مؤقتا لوصافة دور التصنيف والشباب مهدد بفقدان المركز الثامن. كاظمة يحقق انتصار ثمين بهدف نظيف أمام الشباب الذي أكمل مواجهة ب10 لاعبين بعد طرد لاعبه محمد الفارسي في شوط المباراة الأول. فهد الصلال لبرنامج الديربي.